من الأجواء الحلوة للأجواء الأحلى، لحظة التتويج سنة كاملة من الشغل رح نشوفها هلأ، مين رح يكون بطل الدريفت لسنة 2015؟ مركز أول، مركز ثاني، مركز ثالث، مين فين مكانه؟ السيئين الثلاثة بتصور موجو حاليا على أعصابهم، كل واحد منهم ناطر نتيجته، كل واحد منهم ناطر شو عطي الحكام من نقاط. أدرينالين مليون الآن أتوقع عندهم. هيدي لحظة التتويج سلطان، يعني فعلا. شغل سنة كاملة من التحضير والتعديل بالسيارة، حاليا وصلنا للحظة التتويج يلي هي الأهم خلال السنة كلها. سمعنا طبعا من دادو انه يعني هو رهانه زي ما تقول على الدحام، خلينا نشوف يعني راي الحكام نفسه. اكيد طبعا اكيد، خصوصا الفرق اللي عمله بالكليبينج بوينت. نعم كانت نعم. فعلا ملفت للنظر، صابها بشكل ناجح فعلا ذهابا وايابا، بيرفكت يعني بيرفكت بيرفكت، اخذوا ادفانتج ضمنهم في جيبه. صح صح، الابطال كلها عم تتجمع مش بس الثلاثه يلي وصلوا للفاينل. المركز الثالث طبعا علي لعلو او علي علوش في المركز الثالث. علي لعلو، نعم في المركز الثالث. الف مبروك يا علي، الف مبروك يا علي، الف مبروك، اداء جميل ورائع منك علي. لحظة الحقيقة، الدحام موجود، ويا ألف مبروك، شوفوا الفرحة الكبيرة، ألف 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 فرحة كبيرة جدا، ألف مبروك أحمد. الدحام عم بينجح انه يحتفظ بلقبه، فرحة كتير كبيرة للسائق يلي حمل الكاس السنة الماضية تحت علم الأردن وعم بيحملوا هالسنة تحت علم الإمارات، ومبروك كمان كتير كبيرة لهالسائق، يمكن لأول مرة عم بتصير سائق عم بينجح انه يقدر يحتفظ بلقبه بمسابقة مليئة بالمنافسة وبالتحدي. نعم. وبالتحضير وبالمشاكل وبدولتين كمان في نفس الوقت. والله برافو أحمد دحام، برافو برافو برافو. بنقول طبعا برضو كمان مبروك طبعا لرأفة طبعا يعني مركز الثاني، ومبروك للكل، مبروك لكل الفائزين، أحمد دحام، علي العلوة، رأفة، ألف 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 مبروك مرة ثانية. قل لي يا فرانسوا إيش؟ أنا شخصيا سلطان في لك كتير مبسوط، المستوى عم بيعلى، الشباب عم بيحضروا كتير منيح، عم بيستثمروا من وقتهم ومن جيبتهم وبسياراتهم حتى يوصلوا لمستوى أقل ما يقال عنه إنه مستوى عالمي جدا، وهذا مش بشهادتنا نحن، هذا بشهادة كل اللي عم بيتابعوا من حكام من جمهور وطبعا من أشخاص عم بيجوا يشرفوا على هيك بطولات. فعلا فعلا مبروك للشباب، ونقول مره ثانيه هارد لك لكل من وصل معنا الى توب 3 وكل من انسحب واللي حصل لمشاكل تقنيه او ميكانيكيه، هارد لك وحمد لله على سلامه الجميع. اولا واخيرا الحمد لله مع الصدمات البسيطه اللي صارت الحمد لله كله بخير، الحمد لله ما حد اصاب باي شيء. هارد لك مره ثانيه للشباب، والف مبروك كمان للفائزين الثلاثه اللي معانا. زي ما ذكر اخوي فرانسوا، احمد دحام قدر انه يحفظ على البطوله حقته على لقبه من السنه الماضيه للسنه هذه، حصل على بطوله او ممثل دولتين بهذه البطوله، ان كانت دوله عمان السنه الماضيه واليوم دوله الامارات، وهنا في ميدان في دبي.